السلام عليكم. انا ارملة، عندي 5 تاع الوليدات. الزوج ديالي مات الله يرحمه بكورونا، هو الخامس في المغرب، خلى لي 5 تاع الوليدات. وعيطوا عليا، خدمت وبلاصه راجلي الله يرحمه، واخا الوقت جاتني صعيبه واحد شويه باش نوفق بين الدراري وبين الخدمه. يعني 5 تاع الدراري كنخرج من الصباح حتى العشيه، والدراري كلهم باقيين صغار. الحياه ديالي كانت مزيانه، كان راجلي الله يرحمه خدام، انا كنت جالسه مقابله الوليدات، وكان هو تيخدم وكيجيب لينا ناكلو ونشربو. تال جات هاد الجائحه ديال كورونا اللي ما عرفناهاش منين تسلطات علينا، حتى مشى فيها رجلي الله يرحمه باقي صغير، مشى عنده 39 عام وخلى هاد الوليدات صغار. واضطريت بانني نخرج نولي فيا الاب وفيا الام، ولاني الوقت والحياه جاتني قاصحه، جاتني صعيبه باش نوفق بيناتهم بجوج. ما عمرني ولفت الخدمه، بكيت نبكي، كنمشي للخدمه وكنبكي وكندير وما تيسقلو، تيقول لي واش غادي دير، خصك تجلسي تخدمي على ولادك. تنقول لهم راني مولفاش خدمه، واش انا حياتي كامله وانا جالسه تنعرف فين نخدم في الدار؟ انا الخدمه كاينه قريبه حدايا، والنهار بغيت نمشي ساعات المكانه وانا تالفه باش نوصل للخدمه. فين كاينه الخدمه؟ انا اصلا كنت مولفه الدار، مولفه هي الخدمه، مولفه الدار الخدمه في الدار، ومقابله الدراري ومقابله راجلي كيخدم وكيجي تيلقاني في الدار، واخا انه ما كان مزيان لا خرجي ولا دخلي ولا سميتو، وانما صافي ولفت الدار ولفت ولادي، وما عرفتش شنو هي الخدمه، وما عرفتش شنو هي الزنقه وشنو فيها. مني خرجت لقيت، ما نكذبش عليك، مني خرجت ما عجبتنيش الحياه، ما عجبتنيش الحياة. عندي 5 تاع الوليدات، ومني خرجت نخدم ما عجبهمش الحال، انهم تيجيو من المدرسة وما تيلقاونيش، ما تيلقاوش عاد شي بعض المرات ما كنخليش لهم ما ياكلوا، تنقول لهم جيو جيبوا شي حاجة من الحانوت وكلوها وسميتو، ما كيعجبهمش الحال. الدري الصغير ما كيبيش ياكل اليوم، لقينا مشكلين مع الدري الصغير، بعدا ما تيبيش ياكل، حيت انا مولفني انا اللي كناكلو، انا اللي كان ولف خصني ندير ونكلو انا بيدي. انا دابا ساكنه حاليا في دار الوراثه، ولاني راجلي كان خلا واحد البارتمان الله يرحمه، ولاني ما قدرتش نمشي نسكن فيها. قلت اللهم نكريها ونعاون بها حتى هي واحد شويه على حساب الدراري، حيت تنجري تنعيا. واصلا ديك الساعه كان انا بعدا اصلا دابا غادي العامين، وانا كنخلص واحد الكريدي كنبقى ديال فاش كان راجل الله يرحمه، كنبقى داك الكريدي وكريتها وبقيت تنخلص داك الكريدي. انا ما كرهتش شي خدمه، نخدم شي خدمه في عشيه، شي حد اللي يكون بغى شي وحده الثقه وعندي شي محل بيع وشرا ولا شي حاجه. انا الهوايه ديالي ان البيع وشرا، ولاني يكون في عشيه، يعني الصباح نقابل ولادي وحتى الا جلست من الخدمه، حيت انا دابا خدمت بلاصه راجل الله يرحمه وداروا لي اوراقي، يعني واخا غادي نسمح في هذوك الوراق، ما حيت ما عنديش كي ندير من الصباح حتى العشيه، جاتني قاصحه بزاف. اصلا كنت بغيت نجلس في هضر مدان، ولاني ما خلاونيش، قال لي راه الوراق راه يمرضوا لك الدراري، واحد النهار غادي يديروا لك واحد النهار هذا. صافي ملي خلعوني قلت اللهم نبقى جالسه نخدم. ما كرهتش شي حد اللي بغى شي وحده الثقه نخدم، شي بيع وشرا ولا عنده شي محل ولا شي حاجه، انما في عشيه نخدم معاه. وراه اللي عنده شي حاجه ولا شي سميتو راه يحس بحال راسو هو اللي جالس فيها. راه انا درهم ديال شي حد ديال الحرام ما غاديش ناكلها لهذوك اليتامى اللي عندي.